تحياتنا للي يسمعوا فينا واللي تابعوا فينا على لايف ستريمينج، اللي أمن هنا دليل نصري، زاهر بن حميدة، حمزة صفار في الإخراج، حميد الورغي في التنسيق، كامل فريق استوديو الوطنية معاكم من توا حتى للماضي ساعتين. قيس سعيد رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية ثانية ب 90.69% من الأصوات. عاد كشبيل تعلن أنهم يساندوا الرئيس ودور العائلة يقف فقط على مستوى الحملة. وهيئة الانتخابات تعلن إحالة 79 مخالفة انتخابية للنيابة العمومية. تفاصيل هذه وغيرها عود عليها بالبنية كنت العريض بعد شويه مع رفيق دريدي. وفي ساعتنا الثانيه ضيف الانترفيو اليوم مدير الحمله الانتخابيه القيس سعيد، نوفل سعيد، تحياتي لكم، اهلا وسهلا باسل ترجمان. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي ليك، تحياتي الرفيق، تحياتي لخالد، خالد كرونا، تحياتي يومكم جميل الناس كل وكافة المستمعات ومستمعي الاذاعه الوطنيه. تحياتي رفيق دريدي، تحياتنا لسامي العرفاوي ايضا في الاعداد والتنسيق. تون سويت بالبنت العريض. بالبنت العريض، اهلا رفيق. اهلا وسهلا زينه، مرحبا بكل المستمعين. البارح الناس كل قعدوا يستناو في الندوه الصحفيه للهيئه العليا المستقله للانتخابات اللي تم فيها الاعلان عن فوز رئيس الجمهوريه الحالي والمترشح للانتخابات الرئاسيه قيس سعيد بعهده رئاسيه ثانيه من الدور الاول بنسبه تصويت بلغت 90.69% بزوز ملايين و438,954 صوت، مع نسبة مشاركة جملية في الانتخابات في الداخل والخارج بلغت 28.8% وفق ما كان أعلنوا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر. نسبة الإقبال العامة 28.8% في كامل تراب الجمهورية وفي الخارج. عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح السيد العياشي زمال وتحصل على 197,551 صوت بنسبة 7.35%. السيد زهير المغزاوي وتحصل على 52,903 أصوات بنسبة 1.97%. السيد قيس سعيد وتحصل على 1,438,954 صوت بنسبة 90.69%. وتبعا لحصول المترشح السيد قيس سعيد على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 من الدور الأول. إن المترشح قيس سعيد فاز بعهدة رئاسية ثانية وبفارق شاسع عن منافسيه الزوز العياشي الزمال وزهير المغزاوي، والبارح كان صادق مجلس هيئة الانتخابات بإجماع أعضائه على فوز قيس سعيد بأغلبية أصوات الناخبين مع التصريح بفوزه من الدور الأول للانتخابات. تقريبا نسبة الإقبال في الاقتراع الرئاسي 28%، 27.7، دونك هذيك هي النسبة اللي تعاوننا بها خالد، 28.8، دونك هذيك هي هذاك هم عدد الناخبين. عندك جسم انتخابي فيه أو سجل انتخابي فيه 9، جينيرالمون ديما 3 ملايين هذوكم اللي يمشيوا ينتخبوا يؤدوا جمهور الانتخاب. بالضبط زينة، عدد الناخبين اللي انتخبوا في تونس والخارج هو 2,808,548 ناخب. هذا هو. نرجع معكم تو دابور خالد كرونا، والبارح ما خليناش تعليقك في علاقه بالفوز. اعلنت عليه ديجا مؤسسه صبر الاراء سيغما كونسي في الليله، خرجت في وقتها، الناس ما استناوش انصار الرئيس والناخبين لم ينتظروا الاعلان الرسمي اللي صار البارح من ماليزي. بالنسبه لهم واضح، اختيارهم واضح، والفوز كما كان يقول رفيق الاكتساح كان شاسع، فما جاب كبيره، فما هو كبيره فارق في الاصوات بين المترشح قيس سعيد وبقيه الزوز مترشحين في الاثناء اليوم. هل ما زلنا نجمو نحكيو على اطراف بعد الفوز وبعد العدد هذا؟ هل ما زال مقبول نسمعوا مثلا لا ونحن ونعارض وغير، بما انه الشعب هو اللي يقول كلمته جينيرالمون وهذا الصندوق شعطه؟ اولا بالنسبه للملاحظين الجديين، نعم، حتى قبل موعد الاستحقاق الانتخابي كانوا يعرفوا اللي المرشح قيس سعيد هو الأوفر حظا، نعم، أنه يكون محل ثقة الناخبين. هذا ربما عامل نحط بالذفرين عامل الصدمة عند
خصوم قيس سعيد ولا معارضي قيس سعيد عامل الصدمة هو النسبة. لا هم استعملوها الكلمة يعني أنا استعيرها منهم لأنه مش كلمتين. بالنسبة لهم هم النسبة فاجئتهم، لأنه أظن أنه كي نخرج شوية من سخونة الحدث ونفكروا بشوية روية، وهذا فرصة باش الناس تتعلم أنها تفكر شوية تقرأ بشوية بيانات. وقتل ما ثماش معناها المشكل الأساسي هو مشكل في النخب. النخب معزولة على الواقع، ما تظنه هي صوابا تعتقد أن الناس سيؤمنون به، بل بالعكس ثم للأسف الشديد ثم أكاديميين وأساتذة كبار في القانون وعملوا تصريحات غريبة من نوع أنه الشعب الجاهل لا يستحق الديمقراطية. هل تعتبر التصريحات اللي وصفتها بالغريبة خالد كرونة هي في علاقة بالأساس بالناس اللي راب ترويحة عايشين على الفيسبوك مش عايشين على الواقع، يشوف لي زامي واللي استمتعوا يشوف اللي غروب فيرمي هو والموجة ماشية معاهم واتيتو دونك شوف. أنت قلت النسبة صدمتهم ربما أو فجأة شوف شوية باقي شوية روية هي المشكلة شنية المشكلة الوقت اللي عندك النخب وعندك واقع في البلاد، النخب السياسية والنخب الثقافية بصفة عامة في بلادنا عندنا فترة طويلة من 2011 عجزت على أنها تجترح مشروع وطني جامع. وقت اللي ما ثماش إمكانية متاع خلق مشروع نولي وقت اللي نفشلوا في الوصول إلى الناس، خاطر شو اللي عندها هي قدمت أفكار قدمت شعارات قدمت نجموا في بعض الأحيان نوصفوها بالأوهام اللي هي لا تستند معناها ما تنجمش تثبت في الواقع. هذا راهو لا يعني اللي الشعوب تنجم تتطور وما ثماش حالة ديمقراطية، يلزم يكونوا ثم ناس يحكموا ويلزم يكونوا ثم ناس يعارضوا، لكن المعارضة وقت اللي تكون معارضة جيدة هي المعارضة اللي عندها مشاريع، هي المعارضة اللي عندها تصورات جدية تنافس بها من يحكم، هي المعارضة اللي عندها بدائل اقتصادية وبدائل لحل المشاكل الاجتماعية. هل مش هذا غائب اليوم في المعارضة؟ إيه المشكل وين؟ هذا للأسف هذا غائب. وقت أنا أقول هذا بكل ألم خطر هذا يعني تحب تقول المعارضة اليوم تفتقر إلى مشاريع وزنة ربما لتعارض بها النخب ولبرامج النخب يعني تونس كلها من 2011 ظلت طريقها إلى المستقبل، وهذاك علاش عدات سنوات طويلة وهي تائها في صحراء لا معنى، ومشينا للإرهاب ومشينا للفوضى ومشينا الحياة برلمانية أضحكت علينا العالم ومشينا يعني تعدينا بفترات صعبة. اليوم وقت اللي نخب حتى وقت اللي خرجنا من الوضعية هذه ما نجمتش تجرح مشروع، شنو اللي بقالها في الأخر؟ بقالها في الأخر أنها تنافس يعني لاحظي احنا قلنا في برنامج هذا وهذا نواصل معك نستسمحك خالد كرونة نستسمح السادة المستمعين مباشرة نرفع لحضراتكم أذان الظهر بتوقيت المحلي لتوقيت تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. تحياتي لكم مجددا، رفعنا لحضراتكم صلاة الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هذا استوديو الوطنية متواصل معكم من توا حتى للماضي ساعتين. ضيفنا ساعة ثانية مدير الحملة الانتخابية القيس سعيد نوفل سعيد، ضيفنا اليوم في الانترفيو، وما زلنا مواصلين معك رفيق بالبنت العريض. مواصلين بالبنت العريض، مواصلين زينا في ثاني تصريحاتنا اليوم في البنت العريض. مدير حملة المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد وضيفنا في الساعة الثانية نوفل سعيد كان علق على وقتها التقديرات اللي هي موجودة بخصوص نتائج، لكن توا التقديرات هذه أصبحت نتائج رسمية كانت أعلنت عليها هيئة الانتخابات البارح. فبالنسبة لنوفل سعيد يقول كونه نتائج الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة، وفي تعليقه على حصول الرئيس المنتخب قيس سعيد على زوز ملايين، أكثر من زوز ملايين، نحكيه على قريب زوز ملايين وخمسمائة ألف صوت، يقول أنه هذا يوري أنه ارتفاع منسوب الثقة مهم جدا في الاستقرار السياسي. النتيجة هذه كنت متوقع تحقيق كلامه، وهذا يعني إذا كان يدل على شيء فإنه يعزز ثقة الناس الشعب التونسي بالمترشح قيس سعيد وبالرئيس قيس سعيد، ويلزم يفهم الناس الكل ويفهم العالم أجمع أنه عندما يرتفع منسوب الثقة بين الحاكم والمحكوم هذا أمر مهم جدا بالنسبة للاستقرار السياسي في البلاد، بالنسبة لاستقرار مؤسسات في البلاد، بالنسبة لبناء مؤسسات جديدة. أكيد عليها أنه بالرقم هذايا يعني العالم أجمع يلزم يفهم 25 جويلية لا رجوع عنه. واليوم إذا كان ثم قاعدة تلتقي حولها القوى الوطنية في البلاد واللي تأمن بالوطن هذايا وبمستقبله مش بالرجوع إلى الماضي، هو الالتقاء حول قاعدة 25 جويلية. في الأثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على لسان رئيسها نددت بالتشكيك في النسب هذه. هو بيان كان تم نشره على صفحة رسمية لهيئة الانتخابات في فيسبوك، تأكد أنه تم تعليق كل محاضر الفرز أمام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الإلكتروني من الهيئة. ذي صار من البارح في الليل. هيئة الانتخابات شدت على أنه كل اتهام مجاني لها بتدليس أو تزوير النتائج تصريحا أو حتى تلميحا، فأنه بشتم معاينته بصفة قانونية وإحالته للنيابة العمومية من أجل بث ونشر الأخبار الزائفة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك طبق القوانين الجاري بها العمل. لهي تأكد أنه تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية وتعليقها في كل المقرات بعد التثبت في كل محاضر الفرز ومحاضر التجميع. بس الترجمان الهيئة والتشكيكات صارت وجاوا بحثنا وتحدثوا، ومحاضر الفرز كنا نتابع فيها البارح، وطبعا فما ملاحظين وفما عدة صحفيين على الميدان بالمكتب فكي تم الإعلان بالوقت تتعلق الأوراق والأصوات قاعدة تتحسب في المباشر في العلن. في شنو نشكوا اليوم؟ هما شوف، هي لابد من التشكيك على خاطر هي الخبزة هذيك يعني اللي يلزم تمريرها في الواقع اللي موجود. شنو اللي صار؟ اللي صار حاجة بسيطة، أنه أولا نبدأوا يشكوا. أنا نعتبر أنه اللي يحب يزور في النتائج أولا يرفع نسبة المشاركة،
يعني نتفكروا احنا قبل 2011 كانت نسبة المشاركة توصل 95-97% وحتى حد لمشى. لقيته جوست بعد 2011 و2014 كهو. نعم نسبة المشاركة اليوم 28.8%، وهي يعني تتماشى مع النسب العالمية للانتخابات الرئاسية في الدول الديمقراطية التي تكون ما بين 25-35%. نعم. وبالتالي التشكيل، إذن هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، على أي مبدأ يتم تدليس النتائج؟ مثلا والله زوز متقاربين فرق الأصوات بيناتهم 100 صوت. هنالك موقف سياسي تقوم به جمعيات ومنظمات مجتمع مدني تحديدا من أجل خلق حالة من يعني التشكيك والفوضى، لأن نحن أمام مشروع قادم سينطلق بعد أيام خارج تونس لمحاولة الطعن واتهام. يعني هذه حاجة ما هيش سر، ما نحكيش أسرار. كيفاش بس ترجمين؟ قلت لك هنالك أطراف ستقوم في الأيام القريبة القادمة بحملة خارج تونس. هذه تكهنات ولا ما هيش تكهنات؟ ما نيش عراف أنا. معلومات دونك عندك معلومات؟ عندنا معلومات. أطراف؟ كما قلت قبل الانتخابات أن هنالك أطراف من لا معلوماتك لا 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 مؤكدة بس هذيك علاش حبيت نثبت معك. من ماي الماضي وقت عملوا حملة أن الرئيس سيقوم بانقلاب وسيلغي الانتخابات وسيلحل هيئة أوكي، فاجأهم الرئيس قيس سعيد نهار 3 جويليا بإعلان نتائج أسقط في يدهم. كل حكاية يبدأوا فيها نحن في بالنا فيها. وبالتالي هم توي حضروا خاطر البلان آه كان انه الانتخابات سيتم الطعن والتشكيك في التزوير، طاحت ما مشاتش بفضل. انا هون يعني نعطي لكل ذي حق حقه، نحيي الهيئه العليا المستقله للانتخابات على النزاهه والشفافيه اللي خدمت بها امام الناس الكل امام اعين الجميع. كانت متهمه قلت في الخارج اطراف، نعم الاطراف هذه اليوم وموجوده تحديدا اساسها في باريس تريد ان تشن حمله للتشكيك وضرب مصداقية نتائج الانتخابات. الهدف منها هي أن تخلق حالة من انعدام المشروعية والشرعية لنتائج الانتخابات والمس بمصداقية نتائجها وانتخاب الرئيس قيس. هذا يعرفينه. نحب نرجع بعد صوت الشارع وبعد الخروج الهبة اللي قاموا بها الأنصار، الناس اللي فور إعلان سيغما كونسي على فوز مرشح رقم 3 قيس سعيد بالانتخابات، الناس خرجت للشارع. هذيك مازلنا ننتظروا المخطط اللي تحكي عليها وأطراف مازلت باش تخطط في الشارع في الخارج. ونربط معاك بس ترجمين خالد كرونة من عاش كان قريته صحيفة لوموند. العنوان مانيش باش نحكيو على العنوان، ولكن الحقيقة التفاصيل اليوم مخزية جدا. صحيفة لوموند الفرنسية تتحدث عن انحدار غير ليبرالي تقول لا نهاية له في تونس، توصف تتحدث عن انتكاسة مذهلة نحو الاستبداد تتم انجازات التحول الديمقراطي الذي حدث في 2011. هذا ما دفعت عنها صحيفة لوموند. الحقيقة تفاصيل طويلة ونقلتها عليها موقع الجزيرة ايضا اخذيها مهمة كل حتى التفاصيل مانيش نرجع عليه. فما برشا كلام الحقيقة على حكاية الجزيرة بربي كمواطنين مانيش ما يجيش عبد يقراه، ولكن تتحدث عن مواقف قديمة معادية للديمقراطية التمثيلية والهيئات الوسيطة، وتقول الشعب أعطاه لافال للمواقف هذه. أكيد كي الشعب يتحدث ويعطي صوته بالصندوق فعلى شنو تحكي اليوم صحيفة لوموند الفرنسية أو غيرها، وتتحدث عن محنة التونسيين صحيفة لوموند وتقول ما يزيد المحنة. فرنسا وأوروبا يتفرجوا بدون مبالاة بمغامرة سعيد المحفوفة بالمخاطر رغم الإحراج الذي يهمس به الدبلوماسيون الأوروبيون. هذا مع تحيات جورج سوروس. شوف أول حاجة بخصوص فما الموضوع اللي حكيت عليه أنت وخل، فما أنا يعني من الناس اللي خرجوا شعار حلو اللي هو هذوما الناس النخب اللي الموهومة اللي عايشة، هي أنها لا تقول نحن فشلنا، لا فهمتي خالد، هم يقولوا لقد فشل الشعب التونسي في انتخابنا، مش هم اللي فشلوا في اقناع الشعب ان ينتخبوا. نعم. هم يتحدثوا عن فشل. بخصوص موضوع لوموند دبلوماتيك لوموند عفوا لوموند 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 اليوم تعبر عن كل من هزم وكسر وفشل في ان يحول تونس الى ديمقراطيه كركوزيه في من 2011 إلى 2020. اليوم مقال لوموند هو تعبير عن حالة الفشل والحرقة التي أصابتهم بعد نجاح الانتخابات. وفشلهم فشلهم هم يحكيوا على الاستبداد والديكتاتورية من موقع إلهي لو استبدك. كانوا يصوروا قبل الانتخابات نهار الجمعة في المسيرة وصوروا واللي قاموا به
اخدم حملة قيس سعيد على خاطر أظهر للتوانسة اللي البرة إنه ما يتحدثون به عن ديكتاتورية واستبداد وقمع وإجرام واعتقالات وقتل كله كاذب وفضحوا أنفسهم بأنفسهم. هل تتفق خالد كرونة مع باسل ترجمان اللي يعتبر اليوم مقال صحيفة لوموند الفرنسية تعبير عن جرح الانتخابات؟ أولاً الصحافة الفرنسية ماهوش جريدة لوموند برك، كثير من الصحف وحتى قبل 7 أكتوبر وقبل 6 أكتوبر وقبل موعد الاستحقاق الانتخابي هاجمت معناها المسار السياسي في تونس، واعتبرت يعني كانت بشكل أو بآخر صدن لأصوات موجودة في تونس. أنا اللي نحب نوضحه بأي حق؟ لا علاش انا دخلوه في التحليل يحتاج شويه وقت، الوضع كل في التعليق في الوصف بينما نحن هنا نتناولوا القضايا. اولا هذه الصحف ليست صحفا بريئه، والجهات التي تقف وراءها جهات معلومه ومعروفه. نعم. هذه صح النقطه الاولى لازم نوضحها. ثانيا علاقه فرنسا بشمال افريقيا بكلها، أيوة. الحكايه عندها علاقه بالملفات الجيوسياسيه، علاقتها بتونس وعلاقتها بالجزائر وعلاقتها بليبيا، الثلاثه بلدان هذه علاقتها مع فرنسا ماهيش على ما يرام بالنسبه للفرنسيين، والفرنسيون ليسوا بحال الرضا. نعم. عن الاوضاع في هذه البلدان الثلاثه. والدليل ثم دليل اخر وانه تاجيل ولا الغاء الزيارة اللي كانت باش تجمع الرئيسين الجزائري والفرنسي ماكرون. نعم. في وسط السياق هذايا الأصوات المتعقلة اللي تحاول تفهم ايش يجري، خلينا توا انت تكون معارض، المعارضين احنا ريناهم قبل الانتخابات اتكلموا على المسار الانتخابي، اتكلموا على أداء الهيئة، اتكلموا على المشكلة اللي أثرناها وناقشناها بين الهيئة وبين المحكمة الإدارية. نعم. أما انا كنشوف الناس اللي اكثر عقلا، أنا قريت ما دونه أحد رموز المعارضة في تونس اللي هو نجيب الشابي، قال بالحرف الواحد على صفحته في الفيسبوك كتب اللي وصف اللي صار بأنه مبايعة شبه مطلقة للرئيس المنتهي ولايته من قبل المشاركين في الاقتراع. مشكلتك فاش مال انت كمعارضة؟ مشكلتك فاش؟ مشكلتك في الناس اللي قاطعوا أو بلوتو في الناس اللي امتنعوا التصويت، الذين عزفوا عن التصويت. انا باش نرجع للي قاله باسل المذعين على النسب، راه ثم مشكل في العالم الكل نتاع الديمقراطيه التمثيليه، سي با نورمال هو حتى في العالم ان تكون النسب 30 35%، معناها ثم مشكله عالميه. الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه نسبه المشاركه 34% في الدور الثاني. لحظه، نحب نقول اللي هذايا مأزق في العالم، لأن الديمقراطية هي في الأخر شنية؟ أوهمونا في تونس خلال السنوات الطويلة أننا عشنا اللحظة الديمقراطية، نحن عشنا الوهم الديمقراطي. كذب. علاش؟ على خطر اللي عشناه باش ندققوا المصطلحات، عشنا التعددية ولكن ما عشناش الديمقراطية. الديمقراطية لا نبتة لا تزهر إلا مع الرفاه، وقت اللي ما عندكش رفاه اقتصادي، ما عندكش حياة الناس وما تمشيش كما يلزم، راه ما تنجمش تحكي على الديمقراطية. اليوم في العالم الكل ثم أزمة متاع الديمقراطية التمثيلية، وهذاك علاش في العالم الكل نسب المشاركة، وخاصة انظر إلى الأرقام التي صدرت، أغلبية الذين عزفوا عن المشاركة في الانتخابات في تونس هم فئة الشباب. هذه حاجة ألرموت، حاجة مخيفة، حاجة مرعبة، وحاجة مرعبة مش بالنسبة للمعارضين برك، حاجة مرعبة أيضا بالنسبة للذين يحكمون، لانه من حاجه خطيره. عندك قله وعي سياسي ربما، لا 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 لا. عدم الانخراط في الحياه السياسيه معناها لا، الاسباب اعمق منك. الاسباب طالب بدراسه اجتماعيه باش نفهموا. ديما عندك 7 ملايين جسم هذيك فيكس ما يمشيش ينتخب، كان 3 ملايين ينتخبوا وديبا مثلا قيس سعيد انتخبوه في العهده الاولى الشباب اكثر 2019، في العهده الثانيه النساء اعطت اصواتها اون فوغ لقيس سعيد. شوف معناها التعزيز والفئه من 36 عام ل 60 سنه هذايا بحث معناها سوسيولوجي وانثروبولوجي على معناها تعزيز المشاركه السياسيه للشباب. نعم. في بلداننا احنا في بلدان العالم الثالث الكل، مش المصيبه هذه مش موجوده في تونس بركره، بتزاد الناس ما يبدوش يسخالوا فيها. نعم. كارثه هابطه على روسنا نحن. هذا سي ان بو بارتو. شنو هي السبب؟ السبب انه كيف هناك وعي، مازمناش نعتقدوا لي الشبان هذوما. أيوة. اغبياء. هؤلاء الشبان على لديهم درجه من الوعي جعلتهم يقرفون من الحياة السياسية التي انحدرت من الوعود الزائفة. انحدرت، لا انحدرت لأسباب كثيرة، من الوعود الزائفة، من مستوى الخطاب المدني، من مستوى يعني من صياح الدية كبين الفين والأخرى، من المشاهد اللي شافوها في البرلمان، واحد يجيب الفلوس، واحد يخرج في لسانه، والأخرى لابسة خوذة، والأخرى يعني ثم مشهدية كاملة دمرت عند الشبان. الشبان اللي باش ينتخبوا السنة هم الشبان اللي تولدوا وقت الثورة، وقت تولدوا ترفعت الأحلام عند الناس. وقت اللي كبروا
لقاو مشهديه مرعبه بالنسبه لهم. هذاك علاش بالنسبه لهم يلزمهم يحتاطوا ألف مره قبل ما ياخذوا قرار سياسي، رغم ان هما يمكنهم القانون انتخاب الانتخابات، لكن هما مازالوا مترددين لانه ما ثماش وضوح. خالد فما حاجه انا نعرفش، لا 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 لاحظت نهار لحد بعد خروج النتائج انه فهم برشا شباب، عدد كبير من الشباب كانوا موجودين في شارع بورقيبه للاحتفال بفوز الرئيس قيس سعيد، وكانوا مش ما صوتوش. فانا سالت وسالنا عدد منهم، فمنهم قلت احنا متاكدين انه باش ينجح. عاقلين. فما زيد فما نخب نوعيه اخرى، النخب الكسول يعمل عليك انجي تمشي تنتخب. الحاجه الثانيه وهذا حكيناه يعني في منبر الاذاعه الوطنيه مع اعضاء الهيئه العليا المستقله للانتخابات، هو ان هنالك اليات تقليديه للتواصل تصلح مع الكهول اللي كيفنا، اما لا تصلح للتواصل مع الشباب كيفك انت يا رفيق. لا انت مازلت شباب. انه انا وسالت السؤال هذا، قلت لهم وبحضور زميله زينه، انه اليوم علاش هيئه الانتخابات عندها صفحه رسميه على الفيسبوك ما عندهاش صفحه رسميه على التيك توك؟ بما انه عندك فئه غاديك اليوم اليوم الكهول وايدتك هيئه الانتخابات داير في البوان. نعم، وانا نتصور وحقيقه نحن فخورين يعني هذا الشكر ليك زميله زينه وللاذاعه الوطنيه. عندك ميولات صينيه انت مازلك يا سيدي؟ عندي حتى ميولات يابانيه. فعلا عندك فئه كبيره برشا من الناس المسلمين. لا هذا مش يقولوا دايق برشا سياسيين، عندك المعارضه الصفحات اللي تمت ربما كيف السينيال بالعربيه اشاره سينيال يفهموا مش مستعقل للترجمه، الناس اللي عملوا لها سينيال او حتى النيابه العموميه كانت اعلنت عن تبليغ قائمه بلغت على بعض الصفحات مشاو للتيك توك هربوا تلقى مثلا. انا نحب نوصل للفئه معينه او لشباب معين. برا الشبان هذوما مش ناقصين، مش معناها ما وصلهمش الامر نتاع الانتخابات ولا لا مش حكايه وسائل، لم تثر اهتمامهم برسائل تصلهم لتحفزهم على الانتخابات. ولكن حتى على سناب شات ما يغيرش. لا يغير على خاطر انت لا هو مطلوب انه تكون رساله تحفز الشاب تفهمه. يعني انا وقت اللي نبعث له فلان الفلاني صاحب حكيكة وصاحب بطاقة التعريف الوطنية لقد تم تسجيلكم في مركز الانتخاب رقم كذا، أنا واحد من الناس والله العظيم تعطيك تليفوني تشوف عندي يمكن 40-50 مساج ما نقراهمش. اليوم نتصور أنه بإمكاننا خاطب القوم بما يفهمون، خاطب الشباب بلغة جديدة، جيبوا شبيبة صغيرة تقول لهم امشي انتخب شنو الانتخابات كذا. وما تنساش فما سيبور اللي عمره ما يفقد البريق متاعه اللي يوصل صوته هو الإعلام. نعم، كبدا الاعلام مهما كان فتره حمله انتخابيه وفتره اللي تحب الناس كل تهرب للاعلام دليل صحيح. حتى في ليله السهره وبالليل الناس الكل تجي للاعلام، ما عادش يقول لك خلاو شوما فيسبوك وتيك توك وقت جد الجد. والله لا يقدر ساعات في ان شاء الله اللي عاود علينا في ضربات وعمليات اجراميه صارت وغيره مشيش لعبه الفيسبوك. نعم، يمشي للاعلام. بالتالي انت وقت لا تبعد على الاعلام الرسمي تخلي هكا الامور ربما مش في نصاب هكا ما ينبغي. يعني انا نتصور الاعلام الرسمي يخدم خدمه ايجابيه وكبيره برشا ومهنيه. نوصلوا يا سي باسل في الحمله في فتره الانتخابات فقط احنا ثبتنا زينه في كونه ليزي موجوده على تيك توك ولا يبان ليزي ليزي موجوده عندها كونت تيك توك. انا المعلومه ما كنتش متاكد منها، لكن ليزي هيئه الانتخابات عندها كونت تيك توك سي باسل فيه 550 متابع. بون في 500 تيك توك التيك توك. انا عندي كونت عادي فيه تقريبا 7000 متابع. مازال جديد الكونت. اذا عملوه على خاطرنا، شكرا لنا. نواصلوا زينة في تصريحات بالبنت العريض، وبس نرجعوا على تصريح عضوة حملة الرئيس المنتخب قيس سعيد سيدة عاتكة شبيل اللي قالت كونه النتائج سبر الأراء ونتائج الانتخابات تبين أنه شعبية الرئيس قيس سعيد ما تراجعتش باعتبار أنه حقق نتائج قريبة من انتخابات 2019، وتأكد هذا كونه خلافا لما يتداول فأنه العائلة لا تتدخل في السلطة وفي قرارات الرئيس. نعم، إنما هي كانت له سند في الحملة الانتخابية فقط.
سرور سيد رئيس الجمهورية من الدور الأول هو دليل على أن الشعبية متاعه ما زالت خلافا لما يروج، الشعبية متاعه قاعدة مستمدة، والخزان نقول الانتخابي قعد وبيده، خاصة أنه معناه كيف نشوفه العدد متاع الناخبين اللي انتخبوا رئيس ما هوش بعيد برشا على العدد اللي صار معناها في الانتخابات السابقة. الشعب جدد الثقة فيه وما زال متمسك به، هي حاجة عادية راهو، حتى كيف نجي ونشوفه في جميع الديمقراطيات متاع العالم، في جميع دول العالم، معناها عادي، معناها اني العائلة مش تسندو واني العائلة مش تقف معاه. احنا نحكيو في مستوى الحملة خلافا لما يروج، ما عندنا حتى دخل. احنا صحيح توقفنا معاه في الحملة وفي الانتخابات، هذا يقف هنا سيد الرئيس ربي يعينه وربي معاه، احنا نخدمه ما عندنا حتى دخل، ليه باش ندخلوا ليه في القرارات وليه باش ندبروا عليه، هو سيد نفسه وهو يعرف شنو اللي لازم شنو ماهوش لازم. نبدا معاك باسل ترجمان تعليقك. بون هي جاوبت البارح باش نعطيك معلومه، اتصل بيا موقع امريكي ناطق بالعربيه وقال انه يتحدث عن عائلة الرئيس بن علي، على عائلة الرئيس قيس سعيد وعائلة بن علي والطرابلسية الجدد وكل هذا الكلام. اليوم للأسف الشديد أنه نحن عندنا أطياف معارضة تبتذل نفسها قبل أن تبتذل الآخرين، بمعنى على خاطر أنه اليوم ما القوم يحكيوا، ما القوم يحكيوا، قالوا أنه أخوه وأخت زوجته مشاركين في الحملة. سي ليجيتيم. لا أنا قلت لهم لا يلزمهم يمشيوا مع المعارضة باش تفرحوا أنتم، يعني أي مترشح يعني كائن من يكون، كيف ما تساندوش عائلته الأولى، ما لا لا كان ما ساندتوش عائلته قلت لها كان عائلته ماهيش عطيته ثقة. وبالتالي هذا الابتذال الغبي والسخيف اللي يقوموا فيه اليوم، فهمتني؟ أنه عائلته شاركوا، بالطبيعة باش يشاركوا معاه. يعني بربي ناخذ منطقه، قضيه منطقه، تصور انت خو رئيس الدوله ماشي مع معارض اخر يعني، ولا ماشي مع جماعه في باريس وقاعد معاهم محلك في القهوه وما يدعموش يقول لك والله تستنى في مواطن. وبالتالي هو هذه الترذيل والابتذال اللي خدموا عليه وكان ضمن مشروع متكامل بدا في عام 22، وللاسف انخرطت فيه وسائل اعلام خاصه في تونس كان مهمتها وهدفها الأساس ترذيل شخص رئيس الجمهورية والمحيط الدائر به. مش لازم ندخل في التفاصيل لأن القضية عند القضاء تو. أما المهم اليوم أنه هذوما الناس اللي يحكيوا، أنا نعتبر حاجة أنه أكثر ناس خدمة قيس سعيد بعد مصداقيته وصدقه وإيمان الشعب التونسي بنزاهة هذا الرجل هم غباء معارضيه. هل تتفق خالد كرونة مع النقطة اللي يقول لك المعارضة هي من خدمة قيس سعيد؟ دايغ البارح حكينا فيه باسل ترجمان في البلاتو انه المسيرة اللي خرجوا بها نهار الجمعة هي ربما عملت حملة للرئيس او المترشح قيس سعيد اكثر حتى من الحملة متاعه في حد ذاتها. احنا في الحقيقة كي نكونوا ناس واقعيين ما كانش ثم حملة في الانتخابات الرئاسية في وعند عموم المترشحين لاسباب مختلفه. هذا ما يعني التقاليد الموجوده في بلدان كثيره كيفاش تصير الحمله الانتخابيه ما وقعتش. انا عندي تعليق بسيط، انا استمعت معكم منذ حين الى تصريح السيده عاتكة، انا هي مستبطنه في كلامها، هي نفسها في كلامها مستبطنه فكره او انها ترد على الناس. لا سئلت هي فما خاطر احنا عملنا مونتاج اكستري صغيره ما توجهت لها الاسئله. لا حتى يعني نحكي على بنيه الخطاب، بنيه الخطاب يستبطن الرد الضمني والمكشوف احيانا على هذه الفكره. شوفي بصفه واقعيه كان افضل لصوره المترشح، صورة المترشح لو أن بطبيعة ما ثماش مترشح عائلته في الوضع الطبيعي ما تكونش معاه، أما ما تكونش في الموقع المتقدم وهذا أمر يعني أعتقد أنه يمكن أن يعالج، لكن يعني يعالج مستقبلا. أما ما هوش خاصة ثم ذاكرة التونسيين، هذه أشار لها باسل منذحين، ذاكرة التونسيين مازالت تختزن فكرة العائلة المحيطة. أما مش كيف كيف مش كيف كيف لا يمثل تجد قال العائلة ترابلسية اليوم أنا مش قاعد أقول في كلام هذا، أنا يظهر لي معناها كلام واضح. عائلة ترابلسية كانوا شادين قبل مناصب ومؤسسات اقتصادية. لا مش شادين مناصب، كانوا مافيا اليوم. كانوا مافيا، كانوا دولة في داخل كانوا الدولة. كانوا مافيا نزيد ناحية ترابلسية، حافظ قايد السبسي شكان مثلا. واضح اليوم نحن بعد خمس سنين، لا خلينا نحكيو على خاطر الشقوق. لا الشقوق والعركة على المتيندة. خمس سنين بعد انتخاب قيس سعيد، شكون يعرف اسم ولده؟
حافظ قائد السمسي كان قاعد لا لا نحكي لك ما نحن مش هذا الموضوع نحن مش خلاف الذاكرة يجب أن نوضح حاجة إنه حافظ قائد السمسي قبل ما يربح رئيس كان قاعد في القهوة اللوطة تحت مقر النداء في اللاك يبيع ويشري في المناص وكان يتمنى يخلص كان بيوده أيضا لو يخلف أباه كانوا عيطوا له السيد الرئيس الجماعة وفي مؤتمر المنستير الشهير أيوة. وما أدرك ما مؤتمر المنستير حياك الله بس أتجمع. نعم قال لهم كان ما تحطونيش رئيس تو نعمل في روحي عملة تعمل في روحي عملة وانتهى الأمر دونك معناها شوف بصفة واقعية معناها كلام المعارضة في هذا الموضوع كلام عديم لا عديم المعنى لأنه ما يأثرش في نهاية المطاف ولكن أنا نحكي لخطر ثم صورة للبلاد وصورة جيدة في 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 بقدر ما ترسمت مخالفة للي كان قبل يلزم يتم المحافظة عليها معناها الموضوع يزو يقف لهنا وخاصة التصدي للمسألة في الواجهة الإعلامية خطر تو شيء طبيعي في كل كي تشوفي رؤساء الدول الكل في العالم في اثناء حملات انتخابيه عائلاتهم واقاربهم واسارهم يعاونوهم يساعدوهم بطريقه مختلفه في طريقه متقدمه هذا مفروغ منه لكن ما يكونوش في الموقع المتقدم في الاعلام يعني هذا ربما حمله ترامب شكون تو بالنسبه لتونس رئيس الحمله معروف رئيس الحمله معروف كان يمكن ان يكتفى به في الظهور الإعلامي يعني أنا نحكي على ما ظهروش إعلامية بالعكس ما يلام اليوم ربما حتى المواطنين حتى احنا كي نبدو كصحافين في كونتاكت مباشر مع بعض عدد كبير دايوغ من الناس اللي نكونتاكتيهم يقول لك انتم والله في الإعلام مقصرين ما جبتونيش مدير حملة المترشح يلومونا احنا على أساس احنا اللي مش قاعدين هم ما يحبوش مش الإعلاميين يعني شوف انا ثم حاجه انا مقتنع بها يعني كي ربي واحد اولا انه الرئيس قيس سعيد كشخص صاحب فكر وصاحب رؤيه لا يقبل ولا يسمح لاي طرف ان يحاول التاثير عليه ثانيا بحكم معرفتي يعني بالثقافه العائليه العائله لا تقبل ولا ترضى ان تحاول تجاوز أي حدود لها في هذه العلاقة لأنهم هم أكثر الناس التي تفرق على في علاقتها العائلية بين كأخ وشقيق الزوجة وبين منصب رئيس الجمهور يعني نحن القعدات اللي كانت تسير وقت البجي قائد السبسي في القصر لا يمثل الصورة نحكي لكم كيفاش تعين يوسف الشاهد رئيس حكومة مش وارد المقارنة نعرفوها من التفاصيل هذو ولكن نرجع معكم النقطة خالد كرونة اليوم في علاقة أنت قلت كلمة قلت المعارضة رذلت نفسها بنفسها المعارضة لليوم ما زلت في بعض الناس اللي داون الناس اللي ما زلت تحكي سيليجيتيم باش يحكيوا حقهم ولكن سيي هل بالصندوق وبعد النتائج هذيك وبعد النسبة متاع 90% من الأصوات هل ما زال يحق للناس أنها تشكك او انها تتحدث او سي هذا الناخب مخترقش وعملتوا حملاتكم وخرجتوا وديباج سبونسوريزي بالصندوق اليوم هل يحق خالد كرونة لأطراف بعينها مازلت تحكي وتشكك وتطالب شوف باش نبدا يكون كلامنا منصف على اليوم الاحتجاج مش تحتج على المواطنين ما عادش نحكيوا احتجاجك على الرئيس باش نكونوا منصفين المعارضه ما عندهاش مجال اي واحد يعرض في تونس ما عندوش مجال انه يشكك في النتائج التي افرزها الاقتراع علاش؟ على خاطر دراسة إحصائية صغيرة لجميع المحاضر التي نشرت ما ثم حتى مركز اقتراع تفوق فيه واحد من المرشحين الآخرين على المرشح رقم 3 دونك هو كبير دقيقة دونك حكاية باش ندخلوا كلماتنا التشكيك لا المعارضة عندها الحق تناقش حاجة أخرى عندها الحق تكمل تستكمل النقاش القانوني على ما جرى بين الهيئة وبين المحكمة الإدارية لها ذلك عندها اعتراضات وعندها متناقش فيما يتعلق بما تسميه المناخ الانتخابي وما اعتراه وما هذا كيف مباح لها راهو مازمناش نتخيلوا اللي إذا كان بلاد ما فيهاش ناس تتكلم وناس تناقش وناس ثم نقاش عمومي ديما بالعكس أنا كان بودي أنا شخصيا كمواطن كان بودي وكان ثم مناظرة ما الذي كان يمنع احنا كل التقاليد الديمقراطية لا ينبغي أن تخيفنا بالعكس وهك تشوفوا هذا ما ثماش حملة انتخابية
والمواطنين اختيارات ما نجمش يفكر عملوا البورت ابورت دونك صارت حملات حملات البورت ابورت معناها سياسه القرب بروكسيميتي حمله مش ماهيش كيما الحملات التقليديه المعروفه في البلدان لا هي حمله للمره الاولى وانا البارح قلت هذا الكلام لا 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 انا قلت الكلام هذايا هذه اول حمله انتخابيه يشعر المواطن التونسي بكرامته يشعر باحترامه بالاحترام لي خاطر ما فيهاش مال سياسي فاسد لانها لم تكن مموله بالمال السياسي الفاسد نعم. لا فما مليون دولار مشات للوبينج الصهيوني في باش يعمل حمله انتخابيه لا ثم يكفي اليوم المواطن التونسي فخرا ان هذه الانتخابات هي الاولى التي تمت واحترمت فيها قراره وكرامته ولم يسمح لأحد أن يدوسها ويشريها ويبيعها بقفة حكوك طماطم ومقرونة وإلى آخره. النقطة الثانية المهمة اللي أنا باش أقول هي النقاش السياسي. نحن اليوم هل أتى شخص في المشهد السياسي العام المعارض وغير المعارض ليناقش مشروع الدولة الاجتماعية العادلة اللي يطرحها الرئيس قيس سعيد؟ لا، كان هنالك موضوع واحد، نقلب الصفحة، العياش الزمال بوس خوك وتعدى ورجع الجماعة ويا محلى القاعدة على الشط، ما صار حتى شيء، البلاد دمروا البلاد في 10 سنين يحبوا يرجعونا. والنقطة الثانية هي أنهم لا يملكون بدائل، ما جاش واحد والله أنا تمنيت يجي واحد يناقش يقول أنه مشروع الدولة الاجتماعية العادلة اللي يطرحها الرئيس قيس سعيد هذه مشروع يضرب مصالح رجال الأعمال وأصحاب العائلات الكبرى التي تملك مفاتيح الاقتصاد ونحن من واجبنا أن ندافع عن هذه المصالح لأن تخدم. أما هم اتخذوا قرارين، قرار الأول بالإساءة والترذيل لشخص الرئيس والإساءة الشخصية له، الموضوع الثاني هو محاولة تبرير عجزهم بالتوجه إلى عمليات الإساءة لكل المحيطين به حتى أنصاره. أنت شوف الإهانات التي وجهت لأنصار الرئيس بشيء لا يصدقه عقل، وبالتالي الانتصار الذي تحقق والجواب جاء بالصندوق كان واضح. الانتصار الذي تحقق حققه الشعب التونسي كرد على صدقية الرئيس قيس سعيد وعلى نزاهته وعلى إيمان الشعب بمشروعه. خالد كرونا، الانتخابات الرئاسية 2024 كانت حاسمة لأن الصراع بالأساس كان واضح بالمكشوف للجميع، الصراع بين منظومتين، يا تواصل منظومة 25 يا باش نرجعوا الى الوراء منظومه ما قبل 25 منظومه 24 جويليا، والصندوق كان حاسم بدليل وانه حتى نسبه الناخبين في الخارج اللي عاده كانت نسبه ضئيله المره هذه ارتفعت لانه الصراع كان واضح. المواطنين التوانسه بالخارج في باريس، التوانسه بالخارج في قطر، التوانسه بالخارج في كندا، لانه النسب هذو نسميهم خطر عاليه برشا اللي مشات اصوات تقدم اكثر من 90% لقيس سعيد ونسبتهم هما اي فوالا. هالناس هذه كل في قطر في قطر 78% التوانسه اللي في قطر الانتخابات زوز منظومات. خالد كرونا، من سيفوز والصندوق كان الفيصل؟ شوف كل الذين يتحدثون عن منظومه 24 جويليا فاتهم القطار منذ زمن بعيد. عظم الله أجركم. عم ناول وقت وولت عم ناول من 2021 وقت اللي تحدثنا قلنا هذيك الشعارات التي تتفكروا اللي رفعت وقتها هاو الانقلاب يترنح وهاو تشنيه وباش نمدوا يدينا للخارج، ذاك كان كلام منذ البداية. وفي تلك اللحظة بالتاريخية بالذات قلنا إن ما هذا كله وهم لأن التاريخ ما عادش يرجع للتالي. وما من السخف اليوم في نحكي في الطبقة السياسية، أنا ما نحبش لا أريد أن أكون شتاما، من السخف الاعتقاد بأنه ما زال ممكن نبكيه على دستور طويت أوراقه وعلى مرحلة كاملة تعدات. نعم. ما يحبوا قلبان صفحة تقلبت من 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 21. لكن اليوم السؤال اللي يهم المواطنين، الانتخابات وفات ونهار ولا اثنين ولا ثلاثة اخرين وتطلع ثم نتائج نهائية والموضوع ذا يتسكر، اش يقعد قدام الناس؟ قدام الناس اللي هم جزء من نخبة سياسية اللي يشعر بالخيبة يزم يفكر لواش وصل له الخيبة، واللي باش يفيق على روحه يلزمه يفهم اللي ثم نقاش عمومي يلزم يتحل مع الموالين ومخالفة للموالين. على شنية يلزم تخالفه؟ مش على ابوك وعمك واخوك ولد عمك، على شنو هي يلزمها البلاد المرحلة، شنو هي كيفاش نحلوا المشاكل الحقيقية متاع البلاد. لأن النخبة السياسية هذه وأنا قلت بداية الحصة معزولة على الواقع، معزولة على خطرها تحكي في كل شيء إلا في مشاكل البلاد، معزولة على الحقيقية، عزلت نفسها. شوف هي عزلت نفسها باش
هي عزلت نفسها وهي لا تعي ذلك. والحكايه فيها مش مربوطه اليوم راه هي متكبره. كي ترجع تتفكر من 2010 الناس وقت اللي طاحت بحكم بن علي كي تعمل دراسه عن سوسيولوجيه صغيره الريف وبعدين احواز المدن وبعدين دخلت المدن ثم مطالب عند الناس. المطالب هذيك ما تلفتتلهاش الحكومات المتعاقبة على خاطر هما فهموا اللي التغيير هو أن نحيو جماعة بن علي ونجيبوا جماعتنا ونجيبوا جماعتنا منطق دورة الغنيمة. وهذا اللي منطق أن نفكوا وقت اللي صار هذايا تبكي على منظومة 2011 معناها بعبارة أخرى اليوم الرهان اليوم تو 2024 الرهان بعد كل هذا الذي وقع هل أنه إحنا نجموا نأمل في أنه تصير قطيعة حقيقية مع المنوال التنموي القديم وأنه نحدث التغييرات التي يحتاجها الوضع وإنهاء هذه الهياكل الاقتصادية الرثة قبيلة باس اللي تحدث على 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 يعني الكبار والتماسيح الكبيرة اللي تتلع على الاقتصاد كيفاش باش نعملوا تعب شعبية وتعب وطنية باش نجموا نواجهوا لانه ما تتصوروش المواجهه سهله. هل انه السلطه السياسيه اليوم بعد ما اكتملت المؤسسات عندها النيه انها تدخل الى عش الدبابير انت تحكي على نظام رخص المونوبول لا مش على كل الانظمه على كل منظومه منظومه كامله ثم 30 ل 40 عائله كل مقدرات البلد تعود الى جيوبهم ثم معناها مشكل نتاع اوليغارشيا ريعيه تخنق الاقتصاد وكل المشاريع اللي فيها قيمة مضافة عالية تهيمن عليها وتهيمن عليها بالقانون في الكثير من الأحيان. هذايا الشانتي الكبير اللي يستنى تونس. كل من يكون اليوم عنده رؤية تنجم تعاون هالبلاد هذية وهذا هو الطريقة الوحيدة اللي باش نجم نعمل بها رفاه للشعب وقتها نجم نتقدمه. شوف فما حاجتين. الحاجة الأولى أنه الناس هذوم اللي كانوا يعتبروا أرواحهم هن أولياء أمر الديمقراطية في تونس وأتوا ليعلموا هذا الشعب خاطر وقت لواحد يقول معارض يقول أنه نحن هذا الشعب الجاهل لا يستحق الديمقراطية هذه رسالة واضحة. هم هذه منطقة التكبر امتاع اللي زرعته العصابات اللي حكمت باسم الأتراك في تونس وقت البيات ثم اللي خدموا عند المخزنية هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية انه انا قلت وهاني باش نعاودها انه هذوما ما يقولوش لقد نجح الرئيس قيس سعيد في الانتخاب، لا يقولوا لقد فشل الشعب التونسي في انتخابنا. الشعب هو اللي يعتبروه شعب دون المستوى فشل في انتخابه. هم قالوا هو اكاديمي كبير قال الشعب الجاهل. الشعب الجاهل نعم. وبالتالي بخصوص اليوم الموضوع نحن تحقق الانتصار في الانتخابات وماذا بعد. انا ناخذ كلمه قالها الرئيس قيس سعيد، قال ستكون هنالك ثورة كبيرة جدا تمس كل التشريعات والقوانين. وبالتالي اليوم يلزمنا نفهم حاجة، أهم صفة من صفات الرئيس قيس سعيد أنه لا يتحدث من فراغ، أنه عندما يتحدث في موضوع يكون هذا الموضوع قد اختمر وبدأت إنجازه أو أنجزه في انتظار أن يتم إعلانه وتطبيقه. وبالتالي اليوم هذه الثورة في القوانين والتشريعات ماذا تهم؟ تهم تحرير أغلال الواقع والمجتمع التونسي، إنهاء ال هي الهيمنة، لا مش الهيمنة، المنوال الاقتصادي الذي أثبت فشله من 56 إلى اليوم، الذي خلق حالة من التفاوت الاجتماعي الغير مسبوق في التاريخ ما بين الساحل والداخل، وبالتالي إعادة ترتيب. أنا نقول لك حاجة، راهو ليس هنالك أحد يعني يؤمن بالدولة الفاضلة لأفلاطون، ولكن أنا باعتقادي أن الرئيس قيس سعيد يؤمن بأن هنالك لابد من أن تكون عدالة اجتماعية بين أبناء الشعب الواحد. لا يمكن أن يكون أن يبقى هذا التفاوت إلى ما لا نهاية، أن تكون هنالك أحياء فقر في تونس تنتفي فيها الذات والشخصية والهوية التونسية وتخلق هوية لا تشبه للمجتمع. مقتدر الجمهورية في أي بلاد ينتخب بنسبة عالية حتى كان نسبة 80% برك. نعم، عملية تشمسير أنه المسؤولية اللي عليه خاصة في نظام رئاسي تولي المسؤولية أعلى. هكذا قلت الرهانات اليوم، الرهانات
رهانات كبيره بالنسبه للمستقبل، بالنسبه للمستقبل متواصل بالتاكيد. نختم معاك اخر موضوع في بالبنط العريض رفيق، نحكيو زينة على المسيرة اللي كانت خرجت البارح في الذكرى الأولى لاندلاع طوفان الأقصى 7 أكتوبر، مسيرة كانت من بين الأطراف اللي دعت لها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، كانت انطلقت من ساحة الشهيد حلمي المناعي في باب الخضرة وجابت مختلف شوارع العاصمة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة غادي، وين في آخر المسيرة صارت أحداث عنف. وزارة الداخلية تقول في بيان البارح في الليل أنه عدد من العناصر المشاركة في المسيرة اللي وصفتها بأنها معروفة بسلوكها العنيف والمشاغب تعمدت وبنية مسبقة حسب بيان الداخلية الاعتداء بالعنف المادي على الوحدات الأمنية المكلفة بتأمين المسيرة. تأكد الوزارة أنه المصالح الأمنية أعلمت النيابة العمومية وفي إطار القانون لمباشرة الأبحاث العدلية اللازمة ضد كل من قام بإتيان الأعمال هذه، ووضحت كانوا زادة تم تسجيل محاولة إحراق واحدة من السيارات الإدارية بتوجيه شمروخ حارق نحو السيارة هذه. وتقول الوزارة كونه ما يشبش تتوانى على تتبع كل من تسوله نفسه استغلال مسيرات للقيام بعمل العنف والشغب. نسمع مقتطف من الأحداث اللي كانت صارت البارح في شارع لحبي بورقيبة. معنا إصابة لهنا، معنا شكون مضروب على عينه، معنا شكون مضروب عنده إصابة على عينه، إصابة على عينه، الحمار ماهيش مسالمة الدنيا، ماهيش مسالمة. باش تعبر على رأيك على القضية متفاهمين، تعبر في القط ما تعتذرش، أهل مكلفين بالحمار، أنت تعبر في القط. من حقكم تحتجوا، من حقكم تعبروا عن رأيكم، ولكن مش من حقكم تعتدي. وهذا واحد من الأمنيين اللي كان يحاول يهدئ، ولكن مع ذلك فما إصابات في صفوف صحفيين وأمنيين أيضا. أولا فلسطين منهم برا، لأن المساندة فلسطين لا يمكن أن تكون بالاعتداء على الأمنيين ومحاولة حرق وتحويل المظاهرة إلى تصفية حسابات سياسية. أنا نحمل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف السياسية التي شاركت ومنهم حمل همامي مسؤولية كاملة بأنهم هم من سعوا إلى خلق هذه الأزمة. كان بإمكانهم أن الاتحاد عنده الهياكل متاعه اللي تنظم المسيرات وإلى آخره، وبالتالي أنا سؤالي هل هي تصفية حسابات سياسية لأطراف بعد فوز الرئيس قيس سعيد بالانتخابات، ولا فلسطين بريئة منهم ومن كل تصرف لهم؟ شكرا بس ترجمان. شوف، أنا ما نحبش أكون يعني بالنسبة لي أنا مظاهرة في تونس مساند في ذكرى الطوفان شيء مقدس. نعم. وبالنسبة لي أنا يلزم يكون ثم في كل مدن، في كل مدن العربية تبقى أنه ثم انحراف إلى أحداث ما زماش تصير من بطبيعة الحال ما نجموش نباركوها، وماذا بينا ما نعملوش أحكام مسبقة. وإذا كان ثم أشخاص، نعم، أفراد ليسوا أفراد، لا أنا قلت إذا كان ثم أفراد، أنا ما نحبش أنا ما نحبش نكون في موقع من ينبغي أن يحقق. ثم جهات هي اللي عندها الحق باش تحقق وعندها الحق باش تأكد، لأنه إذا كان ثم جهات أو أفراد على أطراف أمنية أو صحية لا تغطي في خدمتها التغطية. شوف أحمد، هنا ما نجمش نغطيه باش نغطيه عين شمس بالغربال، ما احناش باش ندينوا من لا ينبغي أن يدان ولا باش نبرئوا من ينبغي أن يدان، لا ذا ولا ذاك. ثم أمور تتشاف في إبانها ما نستعجلوش. وبالمناسبة الأحداث هذه وقعت في بلدان كثيرة، تفرجوا في ألمانيا شنو اللي صار، شعلوها الشوارع. لكن تشوف السلطات الأمنية بارفوا تنجح، احنا عندنا صارت حتى مسيرات وصارت استفزازات للأمنيين في تونس، وعرفوا في كثير من الأحيان يستوعبوا الموقف، أحيانا تخرج الأمور على السيطرة للأسف الشديد. يعني على كل حال سياسية في وقت لحظات محددة حتى مبرر تظاهر حق يكفل الدستور، ولكن وينبغي أن يظل مكفولا حقا طبعا طبعا، ولكن ما تم من جرائم يجب أن محاسب كل من تورط. شكرا رفيق دريدي، شكرا خالد، شكرا باسل ترجمان، شكرا لكم على حسن المتابعه. موعدنا يجدد بعد الاخبار. ضيفنا في الانترفيو مدير الحمله التفسيريه الانتخابيه للرئيس قيس سعيد، راجعين بعد الاخبار. الدكتور حكيم، ما زلنا نتكلم عن الروضات. بلغنا اخيرا اللي بعد الفطور فما شكون في بعض